صباح الخير. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا، كيفكم؟ عبد الله يسعد لنا صباحك حبيبي. اداره المطاعم اكيد لها شروط، لها معايير، لها كثير قصص، ولكن احيانا نحن لما نفوت مطعم كبير طوله طوله عرضه عرض بنلاقي خدمات متميزه. برايك كيف وصلوا لهذا المستوى المطلوب لارضاء زباينهم؟ هلا كل مطعم بيختلف عن الثاني بالتصنيف، بالستايل تبعه، بالمعايير، وبترجع للاداره. كل مدير له اسلوبه، له سيستم الاداره تبعه، والمحل نجاحه من نجاح الاداره، ونجاح المدير من نجاح المحل، فهي عمليه عكسيه. يا سلام، مزبوط. بس بنعرف انه اهم شيء بالمطعم هو نظافته. حتى لما بنشوف انه مثلا فلانه عم تنصح، مثلا انا عم بنصح امجد بقول له روح كل بالمطعم الفلاني، من جوا المطبخ كتير نظيف، ما تقلق، لانه في كتير ناس موسوسه بموضوع النظافه. شو هي المعايير اللي بيحرص عليها اداره المطعم لتتواجد لحتى يكون ضمير الزبون مرتاح؟ طبعا النظافه شيء اساسي بالمطاعم، بالهايجينيك، بالمطابخ، بكل اريا بالمطعم. طبعا كل الستاف اللي بده يكون متواجد داخل المطعم بده يكون عامل دورات تدريبيه بالهايجين، وكله متدرب وحاصل على الشهادات. هذا الشيء بيكون من البلدية، موثق ومصدقات. طبعا بهالحالة انت بتفوتي خلص. طب قد ايه مهم انه انت قبل ما تفتتح المطعم يكون عندك اوريدي خطة جاهزة على كل الخطوات اللي رح تقدم عليها؟ طبعا بيكون في عندك خطة، بس كمان في خطة بديلة. لأن أوقات احتمال، هلأ في نسب بالمطاعم الافتتاح على أول 3 شهور أو 6 شهور، ففي خطة وفي دراسة وفي جدوى اقتصادية. فهي في إشياء معك بتفشل، فبدي يكون كمان في خطة بديلة. فهي بتكون متكاملة، من تدريب، من كل شيء، من تسويق. إذا قاعد تكلم عن الخطة البديلة، يمكن في نشوف إحنا مطاعم عندها خطط بديلة دائماً. نلقى يمكن مثلاً المطعم طاح سوقه يمكن الفترة الأولية اللي هو طلع فيها، فجأة نشوف إنه يمكن بالسوشيال ميديا أو طريقة الإعلان صارت يمكن أحسن، وشفنا هلا بتلاقي في هلا بتصير هي النسب عالمية. طبعاً هلا 30% من المطاعم خلال أول سنة بتسكر، 70% خلال 3 سنوات بتسكر. نعم. وبتجي النسبة الباقية خلال السنة الخامسة، أو في مطاعم خلال 6 أشهر بتضرب براند. نعم. وبتصير على مستوى عالمي. خلال 6 أشهر بتقدر. خلال 6 أشهر بيقدر يوصل للمجال العالمي. جميل. يعمل براندي. أنا صراحة يعني إذا صح التعبير بحب يكون في كيمستري في بيني وبين يعني الموظفين، ود حب هيك، احيانا بحسسوك بالحب. طبعا هي ترجع لك الخدمه، يعني مثل خلينا على سبيل المثال، لو كان العامل من الجاليه الاسيويه بتلاقيه بيحكي مثلا كلمات عربيه بيضحكك. لو كان مثلا من مصر بيجي بقول لك ايه عمي يا باشا، مزبوط، بيلطف الجو احيانا، فهذا بيترك اثر جدا جميل محبب للزبون. مزبوط، بحس حاله صار خلص فريندلي، صار زي بيته، مرتاح في هذا المحل. بالضبط. ويمكن انت بتصير تروح على المطعم الفلاني مو من شان اكلهم ولا من شان قعدتهم حلوه، من شان الناس اللي بتشتغل هنيك، بتحس حالك مرتاح. هلا الكاستمر وقت اللي بيجي على المطعم ليفوت على المطعم، هو مش فايت ليدفع ثمن طعام، هو فايت فعليا ليحصل على خدمه بالفلوس اللي دافعها، ليحصل على السيرفيس اللي هو عم يتوقعها، مش فايت ليدفع فلوس على الاكل، على السيرفيس، على الجو العام، على الديكوريشن، على كل شيء. طبعا حتى الديكوريشن بياثر وبياسس محلك التاسيس الصح. يعني تخيلي مستوى مثلا ديكوريشن، هو بيعطيك تصنيف ال5 نجوم، يعني مش الاكل تبعك ديكوريشن بس. انت اذا فاتح مطعم بميزانيه محدوده ما رح تقدر تتعب كثير على الديكوريشن. الديكوريشن يكون متناسق، في شيء اسمه هويه بصريه. الهويه البصريه للمطاعم. نعم. هي بتبتدي من الساينج، الساين بورد، من الباب لتوصل الى اخر قطعه صغيره بالمحل. صح، هذا اللي يخلي لك المطعم يتم فترة طويلة مثل ما قلت يتحول لبراند كده. أيوة. في النهاية يمكن احنا الفترة الأخيرة قام نلاحظ مطاعم قاموا خلاص أي شهبة جديدة، أي أكلة جديدة نازلة في السوق يحطوها عندهم في المطعم، يعني على مستوى الإضاءة.
نعم. الإضاءة لازم لا تكون عالية جدا ولا باهتة جدا. صحيح. بتأثر على نفسية الزبون اللي قاعد. وتخيل الإضاءة بتأثر على نفسيته. طبعا. حتى يمكن ألوان المطعم أنا بعرف الألوان. بتأثر من مطعم لآخر، يعني إذا منشوف مثلا مطاعم الوجبات السريعة بيكتروا الألوان الصارخة مثل الأحمر لحتى تزعج الزبون وما يطول بقعدته، عشان تضطري تستعجلي بالوجبة وتطلعي بسرعة ياخد كاستمر غيره. أما المطاعم اللي هي بتكون مطاعم للقعدة بيحرصوا على أخذ الألوان الهادية الدافئة لحتى تريح أعصاب الزبون. قدي هذا الحكي بتعتمدوه في سلسلة مطاعمكم؟ هي أكيد معتمد عالميا مو بس كمطاعم. هلا عنا نحن كمان في شيء كمان بالنسبة للأجواء تكون هادية، كل شيء متناسب. قلت لك في شيء اسمه هوية بصرية. هلا هاي بترجع للإدارة. هلا في كتير عالم بتركض على الهوية البصرية، يعني بتلاقي أنا مثلا حاطط تيبل مات شيء، الصوفة شيء، التشير شيء. لا هاي ما بتزبط كدايننج. أيوة. كمطعم الفاين داين صح. بس خليني افوت معك عبد الله على المطبخ، شو رايك؟ بس ولكن في شغله كثير من مدراء المطاعم او الناس اللي موجودين بالمطاعم ما بينتبهوا لهي الشغله. احيانا بيصير في اضراب صامت، عارف وين؟ من الكاستمر، من الجمهور، لما يتغير الشيف ويحس الزبون بتغير الطعم. مثلا انا عن نفسي طلعوا لي الشيف على طول، انا بدي الشيف اللي محمد، بدي الشيف مثلا بالاسم بسموه احيانا. الشيف هو اصلا اخر واحد ممكن يشوفوه الزبائن، ما بيشوفوه بس بيعرفوا اسمه وجنسيته وكل شيء عنه، لانه هو سبب نجاح، هو السبب الثاني لنجاح المطعم هو الشيف. المدير هو اللي بيحط الخطط، هو اللي بيسير العالم، هو اللي بيحط الخطه التسويقيه، الماركتينج، كل شيء. بس بالمقابل في شخص وراه ثاني هو اللي عم ينجح هذا المحل، هو اللي عم يحط التيست، هو اللي عم يحط البرزنتيشن. نعم. يعني مستوى البرزنتيشن هو بيختلف كمان، بيأثر معك. بقول لك لعيلي ولا طعميني مثلا العين بتاكل قبل التم. نعم. بس قديه مهم هلا المطاعم تكون بتستخدم التكنولوجيا، يمكن نحن كزباين ما بنلمس في انترنت نوار. اكيد طبعا اهم شيء هلا صار الموضوع، بس قديش يمكن نحن كزباين ما بنلمس كثير اهميه استخدام طاقم المطعم للتكنولوجيا، ويكونوا بتطور دائم حتى بالديكوريشن مثلا كل فتره وفتره يتغير، يكون في تطور، يكونوا مواكبين العصر اللي نحن فيه. ما هي من اساسيات الاداره، في شيء اسمه على طول تجديد، في شيء اسمه متابعه كل شيء عم ينزل جديد. نعم. بالنسبه لهالقصص هاي، يعني حتى مثلا بتلاقي التابلت سوات مع الستاف، ما عاد لقيتي البندو كمان مثلا، حتى المنيوهات صار في منيوهات على الطاولات فيكست، يعني صحيح بتلاقي قصص كثير لسه اكثر من هيك، كستيج ما ستيج وكذا اللي بيكون عنده مطرب او شيء. يعني التكنولوجيا وصلت لقدام، فهي عم تعطي الزبون خلص عم يرتاح، انا فايت مرتاح، انا باخذ حقي. طب كيف ممكن اعرف اراء الزباين يعني بدقه واكون متاكد من انه هاي الاراء هي الصحيحه، هي الاراء الصحيحه؟ شو الوسيله الاسهل مشان اعرف اراء الزباين؟ ما انت تعتبر انت ليش الاساس بالمحل، انه سبب نجاح المحل، لانه انت هلا تعتبر كصله وصل. نعم. بين صاحب المحل، بين الستاف، بين الزبون، كله بيرجع لك. فانت وقت بتفوت على الزبون انا باخذ رايه اجباري، هلا في شيء اسمه ريكومنديشن ولا كذا، بتفوت على الطاوله انا بدي اشوف زبوني، هل انت راضيان على السيرفيس تبعي؟ هل رضيت بالاكل تبعي؟ شو رايك بالجو الجديد؟ انا غيرت كذا، حبيتها ولا بتحب ارجع لك للشيء القديم؟ كيف تتعاملوا مع الزبون النكدي اللي شو ما قدمت له مش راضي؟ أيوة. والزبون اللي دائما حاطط راسه براس الناس اللي عم يخدموه، يعني مرات انت بتعرف انه الشباب اللي عندك ما في مثلهم، بس عم تجيك عليهم شكاوى من بعض الزباين، كيف ممكن تتعامل بهي الحاله؟ عادي. بده يرضي باسلوب، طبعا الستاف هلا بالتريننج نعطيهم اساليب ليتعاملوا فيها مع الزبائن، خاصه اللي بيكون مثلا في تنشن، في شيء زياده، في شيء جاي معصب من برا، جاي من شغله، جاي ياخذ بريك، قاعد على اللابتوب، بده بس واحد يفش خلقه فيه. مزبوط. فبنعطيهم انه لا تفوت بالمشكله بس مع الزبون. خلص وصلت لمش بده بس يحكي معك اي شيء، انسحب، بفوت شخص ثاني هو عارف كيف يحل المشكله. مزبوط. الزبون دائما على حق، الزبون مستحيل يكون غلطان.
حتى لو غلطات مش دائما يعني، بس خلينا نقول هي هذا مصطلح بنستخدمه بالماركتينج. مين منكم راح يجرب شيء لايف كوكينج؟ انا جربته. قديه هذا احيانا اللايف كوكينج بيكون فيه مشاكل اكثر، خصوصا انه الوجبه بتم تحضيرها امام الزبون، وممكن مثلا يصير عنده تساؤلات وفضول بعض الاحيان. مفروض يكون الشيف اللي عم يعمل اللايف كوكينج قادر انه يجاوب الكاستمر بطريقه مرضيه. ما هي حسب الشيف، انا اذا الشيف قوي وبيقدر يفوت هاي الفوته على الطاولات وبين العالم ويعمل اللايف شو واللايف كوكينج، لانه هي كثير دينجرس وبدها تكون في لها مواصفات ومعايير معينة، إذا ما خرج ما في نطلعه. بس كمان أنا وقت اللي بدي أفوت الشيف تبعي بهي الطريقة أنا عملت ستايل خاص فيي لمحلي، صحيح قليلة تلاقيها برا. مزبوط، يعني كثير مطاعم ما بيرغبوها لأنه خطرها إلهاب وكذا، أكيد طبعا يعني نار، واحتمال التيست ما يزبط مع الزبون، بتعرف أنت ستيك الستيك فيه لها درجة حرارة معينة والشوي وكذا وحتى الشيف بيتشتت، بتخيل ما حيكون مرتاح مثل ما لما يكون بمطبخ ولحاله، شوي كونفيوزد بيكون بالضبط، لأنه خايف أي لحظة يغلط فيبدو يكون واثق هون الشيف. أيوة عم تطلع، إذا ما طلعت لشي ست شيف لبرا، إذا ما طلعت لشي ست تعمل عليه معلم إنه لا شيف هي مو هيك بتنعمل، هي بتنعمل هيك. بس أنتوا عارفين أنا بعتقد إنه أصعب مهنة يمكن بال ما أنت بس تطلع الشيف لعندك هو عم يحضر لك الوجبة، أنت بتختاري الريسيبي، هو مش طالع عندك بريسيبي فيكس. صح بقول لك في كذا شو حابب لا نسوان الا ما تلاقي لا الا ما طلع شيء قال له لا مو هيك اكيد كثير شويتها اكيد زين عبد الله حمت لي اياها. دائما احنا نروح مطاعم كنا نشوف في شخص مسؤول عن كل طاوله يكون موجود فيها، وفي مطاعم ثانيه ما نشوف الشخص هذا موجود، فهذا هالشيء دار جديد ولا انه هذا يساعد في الماركتنج؟ ترجع حسب عدد الستاف اللي موجودين داخل المطاعم، كل مطعم حصل فيه. هلا بس تبلش بمطعم بالخطه تبعك بيكون في عندك عدد ستاف وفي عندك كذا يعني في كذا شيء حاطه انت بالخطه تبعك. فانا الستاف تبعي 30 واحد، 30 واحد بوزعهم سيكشنز، فانا عندي 7 سيكشن، حيكون طبعا في لهم تسلسل وظيفي من الويتر للكابتن للسوبرفايزر، يعني كل مخطط يعني موجود. بس انت عارف يا مهند انا في شغله بتحيرني احيانا نوعا ما، يا عبد الله بتدخل المطعم بدك تجيب مايكروفون لتنادي على حدا يجيب لك كاسة مي مثلا، اوكي، او بتلاقي واقف لك هيك حط لك ايده وامجد وبستناك اللقمه بتمك بسالك كيف الاكل، طب اسمع خليني ابلغ بعدين السؤال. عن جد هي مشكله، استني انا انسان ما بعرف اكل اذا حدا بيطلع فيي جد بزوي بس عم يعدل لك اللقمه هيك شويه خلص. طب شوف الطاوله الثانيه ما بركز، هذا اللي حكينا فيه التدريب والتاهيل. التدريب هو على مراحل، انت بتفوت كل واحد على المسمى الوظيفي تبعه وبتفهمه شو اللي كيف التعامل مع الزبون، كيف اللباقه، اهم شيء اللباقه، وكيف يتعاملوا مع الزبون بالكلام قبل الوقفه بكل شيء. طب مهم الخبره، يكون عندهم خبره بالموضوع؟ لا مو مهم، بيقدر يتعلم. في شيء اسمه تريننج، انت بفوت اي صف بيجي لعندي على المحل حتى لو عنده خبره في له فتره تريننج. اوكي، قبل ما يفوت دغري فورا على الطاولات في فتره تريننج، اوكي هذا نجح فيها تفضل روح استلم السكشن تبعك اختصاصك كذا. طب انا عندي سؤال، هل بتسمحوا للزبون انه يزور المطبخ اذا طلب، في حال طلب انه انا بدي اروح اشوف المطبخ، هل بتسمحوا له يفوت ولا بتقولوا له استنوا شوي مثلا او ممنوع مثلا؟ عادي فيه مشكله، حاب يشوف المطبخ تبعي تفضل اهلا وسهلا فيك. يا سلام، يمكن هذا الشيء ببعث الطمأنينة أكثر طبعاً أكيد، وشفافية أحياناً بين الزبائن وبين الجسم، لما يكون الزبون متعود يجي على مكان معين أكيد صاحب المطعم ما راح يخسر، يقول له تعال يا عمي تفضل شوف هاي مطبخي هون كذا هون كذا هون كذا. بس عبد الله بعتقد أنه يمكن من المهمات الصعبة كمان في المطعم اللي هي توريد الأطعمة اللي هي الخضار والفواكه والناس اللي مسؤولين يجيبوا الأكل من برا ويفوتوها للأيوة بعد هدول الله يعينهم، يعني نحن عبيت مش قادرين كيف عم مطعم لطيف خطر لي قديش في مراحل بتمر فيها. هلا بيكون كذا سبلاير لكذا ايتم، وكمان في كواليتي، هلا السبلايرز كل العالم بتجيب سبلايرز، هاي احد الاسباب اللي بتخلي المحلات تفشل. هلا بتلاقي بس حاطط لك سعر الوجبه هالقد بتستغرب واو هذا معقول ما بده يربح فيها؟ لا راح جاب الباد كواليتي. لا انا وقت بدي اسعر بدي احط الكوست تبعي خلص، انا في لي نسبه كوست مسموحه بالمينو تبعي انه هي لوصل 21 او 23 بس. في ناس كثير بتبالغ مثلا،
يعني انا ما راح تفرق معي الدرهم ولا درهمين اللي بجيبها، خلص بجيب البراند اللي ماشي هو الهاي كواليتي. بعدين هو طعمه بيفرق. بتعرف تقولي انا بفوت باكل شغله هون بلاقيها مش طيبه وهون طيبه، لانه هذا براند وهذا براند. صح مزبوط، هاي بهالقد وهاي بهالقد. صح فعلا عبد الله، يمكن انتقاء الادوات او خلينا نقول مكونات الطبق هو اكثر شيء بيساعد على نجاح الطعم الاصيل للمطعم. بنتشكرك طبعا، واكيد لازم نيجي نجرب الاكلات عندك. رح نطلع بريك وراجعين لانه احنا كثير جوعانين.